ابن الجوزي بيحكي عن واحد وقف على المنبر كان خطيبا مسقعا، فلفه هم على أثر دين، فواقف على المنبر وهو بيتكلم مع الناس عن ايه الدين بقى مقرفه وثقيل عليه، وانت عارف الدين ده بيقولوا ايه، سهر بالليل ومزلة بالنهار، مش كده؟ هم بالليل ومزلة بالنهار، فلا سيما اذا كان الذي له دين عليك تحس ان هو غليظ الكبد وسمج في طلبه. في واحد تلاقيه مؤدب عند طلبه، وفي انسان تلاقيه يبقى يزيد الدين دين في الحقيقه عند طلبه يعني. فهو واقف على المنبر بيقول ايه، غلبه امره فقال: ايها الناس، اني قد استدنت بكذا وكذا وانا عاجز عن وفائها، بصراحه مش قادر اسدد حاجه. وانتوا عارفين يا اخواننا واحنا بنقرا في كتاب الوابل الصيب، تلاقي ابن القيم بيفتتح الكتاب بايه؟ بالدعاء لينا، بالدعاء للي هيقرا، بيقول فيه: اسال الله ان يجعلك ممن اذا ابتلي صبر، واذا اذنب استغفر. كنت بقول للاخوه كل شويه نقعد نقرا الكلمه دي ونقول امين، لان ده دعاء ولي الله ابن القيم، حد لاقي؟ فنفضل نقول امين. فكنا خدنا فائده في اول الكتاب من الدعاء بتاعه ده، ان هناك علاقه حميمه، اخوه خاصه بين الداعيه وبين المدعوين، بتبقى فيه بينهم. فالتبسط ده بيخليه احيانا تلاقي يذكر لك حاجه من مشاكله، وقاعد كده بنبقى في بعض بقى زيتنا في دقيقنا زي ما بيقولوا. فالمهم هو بيخطب انس من الناس انسا، راح قايل لهم الحكايه دي، انا عندي دين والله والحكايه، ويعني لا استطيع وفاءه. فاتاه بعض من يستمع اليه، ثم طرق بابه وقال: كم دينك؟ قال: كذا. قال: هذه قيمه دينك، تفضل. فصعد على المنبر ثم حمد الله واثنى عليه وقال: إن فلانا جزاه الله خيرا قد أعطاني ما أوفي به ديني، فأسألكم الدعاء له. راح الراجل قايم، خد بالك، وقال: يا أبا فلان، عذرا، لقد كان هذا المال لأمي، وإني قد أخذته بغير إذنها، فلما علمت أمرتني أن أرده، فلو شئت رددته علي. فرد الرجل عليه المال. ثم لما كان من اليوم نفسه ليلا أتاه في خلسة القوم، هو ده ما حل الشاهد بقى، أتاه في خلسة من الناس بقى نايمة وكده، فطرق بابه ثم قال: خذ قيمة دينك ولا تعد لفضيحتي ولا تذكرني. أنا قلت لك الحكاية دي عشان إيه؟ ما تقولش لحد يا سيدي، انا بقول لك هسد لك لله. خدتوا بالكم من الموضوع ده يا اخوانا؟ اذا تمكنت محبه ربك من قلبك تغير على الاعمال الصالحه انها تظهر زي ما بتغير على حرمات بيتك. عارفين الراجل الغيور قوي اللي ما تطلعش مراتي في شباك، ولا تطلع مش عارف ايه، ولا تكلم، عارفين ده؟ اهو انا بغير على الاعمال الصالحه انها تطلع زي كده.